إلى ضيفي من الولايات المتحدة أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب، سمعت معنا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه عملية 7 أكتوبر تسير بعزم، ما هو ردك؟ طبعا يعني اهلا بحضرتك مره اخرى استاذه ميسو وبكل المشاهدين. انا اعتقد ان هناك حاله انكار يعيشها وزير الخارجيه الايراني لما يحدث ويشاهد على ارض الواقع. يعني التفجيرات التي نشاهدها بشكل يومي وبشكل عميق داخل الاراضي اللبنانيه وبشكل مكثف وقوي جدا، هذا معناه انتصار او ما يحدث وحدث في غزه. يعني هو قال جملة في الواقع تبدو معكوسة تماما عندما يقول أن هجوم 7 أكتوبر أعاد إسرائيل إلى 70 سنة إلى الوراء. كيف؟ يعني طب إسرائيل عادت 70 سنة إلى الوراء، ألم يرى غزة كم سنة عادت غزة إلى الوراء؟ يعني تصريحات في الواقع تصعيدية وليست لتهدئة الموقف كما تدعي إيران بأنها لا تريد تصعيد. لا، إيران تعي تماما ما تريد، هي تريد أن تصعد وتصعد عن طريق أذرعها، لكن عندما تمس هي شخصيا يبدأ الحديث عن عدم الاستعجال في الرد كما قال. لو لاحظت حضرتك هو يعني قرأ من ورقة تماما كل ما أراد أن يقوله هو متفق عليه فيما يتعلق بمحور المقاومة. ولكن عندما جاء كيف الحديث عن أستاذ إيهاب، اسمح لي، كيف تفسر ما قاله أنه إيران ما زالت تدعم محور المقاومة كما وصفه في طرحه في المؤتمر الصحفي بحضور السفراء المقيمين في طهران، وقال أيضا أو هنا أوصى إسرائيل بعدم العبث مع إيران، وإن ردت إسرائيل فسيكون الرد الإيراني أقوى. ما هي الرسالة أن يقول هذا الكلام أمام السفراء المتواجدين في طهران والمقيمين كما تحدث؟ هي رسالة تصعيدية ورسالة الغرض منها في حضور السفراء إرسال رسالة إلى الشعوب العربية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية لتأجيج المشاعر واستثارتها والعمل على حشد أكبر قدر ممكن معنوي للقضية الفلسطينية وحزب الله وفصائل المقاومة والأذرع الإيرانية بالوكالة إلى آخره. لكن يجب أن يتفطن العرب، يتفطن سكان الشرق الأوسط إلى المشروع الإيراني أو الأيديولوجية الإيرانية لنقل على أقل تقدير، والتي هي مبنية على أساس أن العرب هم صف المواجهة الأول مع إسرائيل ويقفون حاجزا بينها وبين إيران. يعني إيران فيما وضح لنا خلال الفترة الماضية هي تريد أن تحارب إسرائيل لآخر جندي عربي، هذا طيب. واضح تماما. طيب أستاذ إيهاب، هل تعتقد أنه إيران اليوم من هذه خصوصا التصريحات الحالية تتخوف على أمنها أو تتخوف من القضاء على أذرعها؟ هو أمنها مرتبط باستمرارية أذرعها، لأنه أذرعها تعتبر منطقة عازلة بينها وبين إسرائيل. كلما تآكلت هذه المنطقة كلما أصبحت إيران أقرب شيئا فشيئا إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل دون أن يكون لها أذرع. لذلك هي تحاول أن تستمر في شحذ الهمم لهذه الأذرع وتحاول أن تستمر في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري والسياسي لها قدر المستطاع، وتستمر في تغذية هذه البؤر المنتمية لإيران داخل الدول العربية المختلفة، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، كلها بؤر لا تؤتمر بأوامر الدول التي تعيش فيها وإنما تؤتمر بأوامر إيران. والله إذا كنتم تريدون أن تؤتمروا بأوامر إيران فليحزم حزب الله أمتعته ويذهب ليعيش في إيران. الحوثيون في اليمن يفعلون نفس الشيء، قوات الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في العراق يفعل نفس الشيء. طيب. وكافحوا من هناك من إيران، لكن اتركوا هذه الدول في حالها.